تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي، وبالشراكة مع مستشفى الزهراء. حقيقة نقدم هذا البرنامج ليكون نافذة مفتوحة على مؤسسات المجتمع وأفراده، وساحة تفاعل ما بين جمهور المتعاملين مع طموحات الهيئة وتطلعاتها نحو مستقبل أفضل ومجتمع أكثر صحة وسعادة. فهذه تحياتي، محدثكم محمود يوسف العلي، وفي الإخراج معنا الأستاذ عيسى سبيل. فكل الأمنيات لكم بحلقة مميزة. للتواصل معنا يمكنكم الاتصال على رقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية على الرقم 4006. مثل ما عودناكم مستمعينا، نأخذكم في جولة سريعة مع أهم الأخبار التي طالعتنا بها الصحف المحلية ووكالات الأنباء العالمية. الخبر الأول عندنا يقول: علماء يثبتون خطورة الحمية قليلة الملح. طبعا أظهر فريق من العلماء من جامعة ماك ماستر الكندية أن حمية قليلة الملح غير مفيدة، وحتى من شأنها أن تزيد مخاطر أمراض القلب والأوعية، وذلك على عكس الرأي المنتشر بين عامة الناس. يعني هذا البحث العالمي شمل أكثر من 130 ألف شخص من 49 دولة في مختلف أنحاء العالم، حيث حاول العلماء البحث عن العلاقة بين ضآلة تناول كميات الملح وأمراض منظومة القلب والأوعية، بما في ذلك وقوع خلل في وظائف القلب وحدوث جلطات قلبية، وذلك عن طريق مقارنة بيانات الأشخاص من ذوي الضغط العالي والعادي. طبعا أظهرت نتائج البحث أن تناول مواد غذائية تتصف بكميات قليلة من الصوديوم يرتبط به عدد كبير من النوبات والجلطات القلبية والحالات حالات الوفاة، بالمقارنة مع تناول كميات معتدلة من الملح، وذلك بغض النظر عن مقادير ضغط الدم، علما بأن تقليص كميات الملح المتناولة من الجرع الكبيرة إلى جرع معتدلة يعتبر أمر ضروري للأشخاص الذين يعانون من الضغط الزائد. كما أظهرت البيانات أن هناك حدا أدنى معينا لتناول الملح قد يصبح تجاوزه ناحية الخفض أمرا خطيرا، وفي نفس الوقت تعتبر الكميات الزائدة من الصوديوم التي يتناولها أشخاص يعانون من الضغط الزائد على ما يبدو مضرة لهم. ووفقا لتقديرات الباحثين، يجب على 10% من سكان العالم فقط أن يخفضوا كميات الملح التي يتناولونها. الخبر الثاني يقول: كشف عدد من الأطباء الألمان عن بعض الأعراض المتعلقة بتشخيص أمراض الكلى في مراحلها المبكرة، وأهمها ارتفاع ضغط الدم، حيث تتمتع الكلى بنظام تنقية فريد من نوعه يعمل على تنظيف الدم من السموم وإخراجها عبر البول، ويفرز الجسم لترا ونصف اللتر من البول يوميا. يؤكد البروفيسور توماس بينستينغ، أخصائي أمراض الكلى بمستشفى كولونيا، أن إصابة وحدات التصفية الصغيرة في الكليتين بالخلل تؤدي إلى الإصابة بأمراض الكلى المزمنة. طبعا من أهم مسببات أمراض الكلى مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، حيث قال الدكتور الألماني أندرياس كارل من مستشفى شارتيه الجامعي في برلين أن مرض السكري وأمراض القلب تسبب نحو 50 إلى 60% من أمراض الكلى مثل الفشل الكلوي.
عندنا مداخلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخ محمود كيف الحال؟ يا هلا. وياك محمد البلوشي من إمارة دبي طبعاً. حياك الله محمد، تفضل. أخوي محمود، أنا يعني ما عندي شكوى على دار الصحة، بس أنا أبغى أستفسر عن شيء ما وصلت له لأجوبة من خلال أسئلتي ويا الجماعة في دار الصحة. تفضل. أنا عندي زوجتي عندها حالة روماتيزم، للأسف اكتشفوها في المستشفى يعني متأخر شوية. وفي نفس الوقت الدكتورة تقول نحن ممكن نعالج الحالة هاي، يعني ممكن نحن نتداركها. نحن نراجع عشان العلاج. طبعا في إبرة لازم قرر الدكتور أنه هي تاخذها، بس الإبرة هذه يعتمد يعني تاخذها على التحاليل والأشياء اللي بيسوونها. موعد الدكتور كان باختصار موعد اللي كان هو البارحة تاريخ 29، وعندها موعد فحص الدم والأشعة المقطعية في شهر 8 وآخر 6. في خطأ، يعني الدكتور يبغي 29/5 يقرر الأبرة وقصبة الأشعة والتحاليل، بحكم أنه عندهم ضغط أعطينا موعد متأخر 2 شهور و3 شهور. طبعا نحن حاولنا نحل الموضوع هذا، ولكن ما أعرف شو سبب الازدحام في الأشعة وفي التحليل. هذا واحد. طبعا انت مشكور ما قصرت، انت تعرف الموضوع، بس انا بغيت ادخل في موضوع ثاني من خلال هذا الموضوع. تفضل يا سيدي. قبل المواعيد وانت ما قصرت، جزاك الله خير. لكن موضوعنا في تحليل الدم اليوم، طالبين الحرمه تصير تسوي تحليل دم، ولازم تحضر الساعه 7 وما تتعدى 7:30، وموعد التحليل الساعه 8 في مستشفى دبي. إذا سألت على الأسباب قالوا لي نحن بننقل التحليل إلى مستشفى لطيفة. طيب أنا مستشفى لطيفة أقرب لي، ليش ما أروح أنا أقدم التحليل في مستشفى لطيفة؟ ليش ما أنا أوفر عليكم مواصلات ونقل الدم وأخذ العينة؟ نحن اليوم يا أخي مدينة ذكية، عندنا إنترنت وعندنا كثير بشغلات سهل علينا الأمور هذه. أنا بصير مستشفى دبي بعطيهم عينة الدم اللي يبغونها من خلال رقم البطاقة أو شيء، وانتم بتتصلون فيهم او بتوصلون لهم ايميل او ما اي شيء تطلبون الفحص المطلوب. قالوا لا ما يصير، لازم نحن نودي، واذا تاخرت بيروح عليك وبتي لازم اليوم الثاني الساعه 7:30. طب ليش هذا الكلف علينا؟ يعني انا واحد من الناس، في كثير من الناس عندهم نفس المشكله. زين محمد، انا ما ابغي ارد بالنيابه عنهم، انا ما ادري شو الوضع، لكن انا اللي عارفه هنالك بعض البروتوكولات الطبيه اللي يجب ان تعتمد في هذه المساله للحفاظ على يعني خصوصيه العينات اللي ياخذونها. اتذكر ان في اكثر من حاله في هذا الموضوع، ما ابغي افتي من عندهم، انا بحول المكالمه هذه عليهم وبعطيهم التفاصيل وبعطيهم رقم تلفونك، لكن اللي أنا عارفه أن هنالك بعض أو في بروسس معين، هذا خاص بأمور تابعة للجي سي آي اي والاعتمادات الطبية والاعتمادات الدولية اللي تمشي عليها المستشفيات في المحيط الخاص بالمستشفى. ما أبغي أفتي من عندي. أتفق وياك محمود. أنا قبل لا أتصل فيك قلت لك في بداية كلامي أنا ما متصل أشتكي. 100% في النهاية. لا بالعكس، أنا شو أقول محمد، إذا في إمكانية نحن نوفر الراحة أكثر، ليش لا؟ يعني نستمع لآراء الناس. بالعكس، إذا في شيء ممكن يعدل البروسس ولا يعدل الشغلة بشكل أن تكون أريح للناس، أعتقد أن الجماعة عندنا في والله أنا أتمنى أخوي محمود، تعرف يعني أنتوا بتريحون الناس والناس لا بتريحكم. صحيح. يعني اليوم بدل ما أنت تطلع سيارة وتجبرها في 7:30 من مستشفى دبي إلى مستشفى لطيفة في الزحمة اللي في دبي تنقل دم، ما أعتقد في يعني بيكون خصوصية أو بروتوكول أقوى من أني أنا أوصل العينة أو أسلم العينة من المريض إلى مكان الفحص دايرك. هذا بيكون أكثر مضمون، السيارة معرضة لأي عرقلة في الطريق، معرقلة للتأخير، معرقلة لأي حادث سبحان الله يصير في الطريق. واضح. هذا محمد. أوفر. أنا لازم أطلع فاصل الحين. أنا ما بطول عليك. الموضوع واضح بالنسبة لي، وراح أحوله للمعنيين على الملاحظتين إن شاء الله. وجزاك الله خير على هذه المداخلة. العفو الله يسعدك يا رب. الله يسعدك يا رب.
إذن مستمعينا نحن ما نطلع على هذا الفاصل وبعدها ما نرجع نستكمل فقرات برنامجنا. عندنا يعني حلقة مليئة بالفقرات اليوم، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. سعيد بيقول أنه ما بيقدر يصحى الصبح إذا ما شرب قهوة، بس شو رأيك يا سعيد تستبدل القهوة بالمي؟ كوبين من المي لما بتصحى كل يوم الصبح بيساعدوا على تنشيط الدورة الدموية. المي بتشكل 50-70% من جسمك، منها 80% بالدم و 60% من العضلات و 75% من الدماغ. وحاجتنا اليومية من المي هي تقريبا 30 مللتر لكل كيلوغرام، يعني إذا وزن سعيد 70 كيلوغرام بيكون بحاجة ل 2.1 لتر من المي يوميا ليشتغل جسمه بشكل صحيح. ممكن نزيد من فوائد المي إذا بنعملها مثل ساعة مائية للجسم، يعني كوب واحد من المي قبل وجبة الطعام بنصف ساعة بيساعد على الهضم، وكوب واحد من المي قبل الاستحمام بيساعد على خفض ضغط الدم، وكوب واحد من المي قبل النوم بيقلل الخطر بالإصابة بالسكتة القلبية. بكل الأحوال شرب المي على معدة فاضية بيساعد بعلاج كتير أمراض مثل الصداع، التهاب المفاصل، أوجاع العضل، وعدم انتظام نبضات القلب، وأمراض الكبد وغيرها كتير. وبيساعدك كمان على حرق الدهون الزايدة. وما تنسوا 30 مللتر من المي لكل كيلو من وزنكم، وعساكم دوم صحة وسعادة. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، وحياكم الله معنا في الجزء الثاني من برنامجكم صحة وسعادة، والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. مستمعينا، بس قبل أبتدي هذه الفقرة بس خلوني أذكركم بالحملة العالمية اللي أطلقتها هيئة الصحة بدبي، حملة عالمية للتبرع بالدم تحت شعار كن الأول في التبرع بالدم، واللي يروج لها نجم الكرة العالمي البرتغالي ويعني ونجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو. هذه الحملة هي حملة عالمية هيئة الصحة يعني تبنتها هنا في دولة الإمارات وفي دبي بالتحديد، في لي يعني تحقيق الكميات الكافية والوفرة من الدم لمحتاجيها، وأيضا التوعية بأهمية التبرع بالدم. فهذه الدعوة لكم يعني التوجه إلى مركز دبي للتبرع بالدم المتواجد في حرم مستشفى لطيفة من الساعة 7:30 حتى 7 مساء للتبرع والمساهمة في هذا العمل الإنساني الذي لا يوجد مثيل له في العطاء. أيضا مستمعينا، ارتبطت حقيقة مفردة الترشيد في حياتنا باستهلاك الكهرباء والماء أو المصروفات بشكل عام. يعني هذه الكلمة أصبحت مألوفة بيننا، غير أن دخول المفردة نفسها في الترشيد في الدم، فهذا يعني يستدعي أن نحن نوقف شوية نسأل أعمارنا شو يعني الترشيد في الدم وإمكانية الترشيد في هذا المجال وجدواه، هل من الممكن أن يزيد ذلك من مخزون الدم لدينا؟ أسئلة كثيرة ما تعرف على إجابتها من خلال استضافتنا في الاستوديو الدكتور سلمان عبد العزيز اختصاصي الأمراض الباطنية في مستشفى راشد. حياك الله معنا دكتور. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمود، حبيت أصبح على المستمعين عبر برنامج صحة صحة وسعادة من قناة نور دبي الصوتية، وما شاء الله برنامجكم فعلا روعة. طيب دكتور، قبل الفقرة هذه استمعت ويانا مع مكالمة أحد المستمعين عندنا كان يتحدث عن موضوع نقل الدم وكذا، فقبل أدخل في تفاصيل ترشيد الدم وهذه الفكرة، قلت لي عندك ملاحظة على أو تعليق على هذه المداخلة اللي سمعناها من المستمع محمد في موضوع نقل الدم وهذا، قلت أن هنالك بعض آليات العمل في عملية نقل الدم، فياليت ناخذ التعليق هذا وياليت يكون الصوت على المايك. طيب
بصورة عامة النقل عينات الدم أحيانا بعضها يكون عينات خاصة تحاليل خاصة يطلبها المستشفى وتكون في مستشفى آخر. في بوليسي أو نظام معين لأخذ العينة، في نظام معين لنقل العينة من المستشفى إلى المستشفى، وأحيانا تتطلب بعض الخصوصيات، وأحيانا يكون في رصيد استلام بين المستشفيين. فولذلك أنه يحبوا أن يحافظوا على هذا النظام بدون أي ارتباك في طريقة أداء هذه البروسس. أعتقد أن هذه المشكلة بس في مداخلة الأخ الكريم، المشكلة هذه بهذه الطريقة صارت. جميل. بس هو قال ليش أنا ما أروح المستشفى هناك أسوي التحليل مثلا بدل ما أوفر عليكم مواصلات وأوفر عليكم عملية النقل؟ ما أدري، أحيانا ممكن يكون في بروتوكول آخر في هذا الموضوع، أو لازم في بعض الشغلات أن حتى المريض نفسه أو العميل نفسه هو اللي يعني في أكثر من 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 آلية عمل في هذا الخصوص، يعني الواحد يحتاج أنه يرجع ويشوف الحالة من البداية. بالطبع، لكن في أعتقد أنه هو رصيد استلام بين المستشفيين. أنا أخذت العينة، سلمتك العينة، وفي مثلا رصيد استلام بالتوقيع. توقيع على أساس أنه يجوز هذا الموضوع. على أساس أنه ما تكون العينة ضاعت أو أنه يكون عينة ثمينة ويحتاجوها بدل ما تعيدها مرة ثانية وتسبب حساسيات بين المرضى. جميل. الآن نرجع لموضوعنا اللي نتحدث عنه، مشروع ترشيد الدم في مستشفى راشد. أول ما طرح هذا الموضوع قدامي على طول يعني جت في بالي أنه ترشيد الماء والكهرباء، ولا الواحد يود فلوسه، لكن في الدم أنا ما كنت سمعت إن في شغلة يسمونها ترشيد الدم خاصة في موضوع القطاع الصحي. ما أدري هل هو مفهوم جديد الآن يطرح؟ يعني خلنا نتعرف على هذا المشروع، شو هو بالضبط دكتور؟ فكرة ترشيد استهلاك الدم بدأت في سنة 1999 عبر دراسة كندية أجريت على 25 مستشفى على مرضى يفوق عددهم 800 في وحدات العناية المركزة في الولايات الكندية. الفكرة بين أن أنا أقبل مثلا نسبة هيموغلوبين بين 7 و9 كمجموعة واحدة، والمجموعة الثانية اللي هي نسبة الهيموغلوبين حقهم أقل من 7. طبعا أقل من 7 تستدعي أن تعطيهم وحدات الدم على أساس تكون النسبة معقولة للهيموغلوبين، لكن لاحظوا أن هل فعلا المريض يحتاج إلى نقل دم إذا كان نسبة الهيموغلوبين بين 7 و9 أثناء وجودهم في العناية المركزة؟ الملاحظة كانت أن ما في فرق بين النتائج بين المجموعتين، وأن ما في فرق بين نسبة الوفيات بين المجموعة اللي فيها الهيموغلوبين بين 7 و9 والمجموعة اللي كانت بين أقل من 7. ولذلك بعدها وصلوا إلى خاتمة أن تقول اقبل بنسبة هيموغلوبين 7 إذا ما كان في أي آثار سلبية على القلب أثناء فحص المريض أو معاينته. جميل. الآن خلني بس أوقف دكتور مع بعض الحقائق اللي رصدتها لنا منظمة الصحة العالمية عن الدم بشكل عام. من بين النقاط، تجمع على صعيد العالم تبرعات بالدم قدرها 108 ملايين تبرع، ويرد نصفها تقريبا من البلدان عالية الدخل التي تأوي نسبة 18% من سكان العالم، مما يدل على زيادة نسبتها نحو 25% عن تلك التي جمعت في عام 2004 بمقدار 80 مليون تبرع. أيضا تجرى في البلدان المنخفضة الدخل نسبة تصل إلى 65% من عمليات نقل الدم لأطفال دون سن 5، فيما تشكل فئة المرضى الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما في البلدان مرتفعة الدخل الفئة التي ينقل إليها الدم في أغلب الأحيان، والتي تستأثر بنسبة تصل إلى 76% من جميع عمليات نقله. أنا ليش أذكر هذه الأرقام؟ عشان أبين أهمية التبرع بالدم وضرورة هذا التبرع. الآن في مستشفى راشد أنتم تبنيتوا هذا المفهوم، مفهوم ترشيد استهلاك الدم. خلنا نتعرف على الأشياء اللي سوونها في مستشفى راشد دكتور. طبعا مبادرة ترشيد استهلاك الدم فيها 3 تفرعات. الفرع الأول، هل فعلا المريض يحتاج إلى نقل الدم؟
يجب السؤال على هذا السؤال النقطة في أثناء فحص المريض ومعاينته. الفكرة الثانية كيف يتم طلب وحدات الدم، هل على الفور أم بصورة روتينية؟ المشكلة الثالثة طبعا أن أنت تعطي وحدات دم في آثار سلبية لنقل الدم، عادة ننظر إلى الجهة الإيجابية أن اللي يجب إعطاء الدم للمريض، لكن بعض الممارسين لا ينظر إلى الجانب السلبي لنقل وحدات الدم، قد تكون مباشرة أو قد تكون في وقت لاحق أو قد تكون على المدى البعيد في خلال سنة. الفكرة الأولى طبعا أن المريض هل يحتاج إلى نقل دم مباشرة؟ يجب السؤال على ثلاثة أشياء. أولا، كم نسبة الهيموغلوبين؟ عادة احنا الطب المبني على الدليل الآن يقبل نسبة الهيموغلوبين أن تكون 7 إذا ما كان في أي آثار سلبية على القلب في الوقت الحالي لمعاينة المريض. رقم 2، إنه في هل المريض ينزف حاليا؟ إذا كان فعلا المريض ينزف حاليا يجب إعطاء المريض وحدات الدم. السؤال الثالث أو الانديكيشن الثالث، إذا كان المريض نسبة الهيموغلوبين أقل من 7 أو تحس أن وظائف الجسم غير طبيعية، ممكن أن نقول نعطي المريض وحدات للدم. هناك مشكلة أخرى بالنسبة للعمليات، مستشفى راشد العمليات اللي تجرى فيه دائما بصورة كثيرة، وعمليات ما شاء الله يوميا تجرى في مستشفى راشد عن طريق قسم الجراحة، عن طريق وحدة الإصابات، عن طريق جراحة الأعصاب. فيجب أن طبعا نعطيهم نسبة الهيموغلوبين أن تكون بين 7 إلى 10 إذا كان المريض طالع إلى وحدة العمليات. اللهم إذا كان في نزف مباشر يجب إعطاء المريض على الفور. إذا كان في آثار اللي هو الذبحة الصدرية أو الذبحة القلبية بسبب نقص الهيموغلوبين لازم نعطي المريض وحدات للدم. يعني باختصار في 3 استخدامات لنقل الدم مباشرة، غير هذه ما في شيء دليل علمي واضح إنه يساعد يقول المريض مثلا نسبة الهيموغلوبين 10 أو 11 نعطيه وحدتين دم على أساس إنه خليه 14. هذا غير موجود في الطب المبني على الدليل. جميل. طيب دكتور، الآن من خلال هذه الممارسات، اعتماد هذه الممارسات في ترشيد استهلاك الدم، يا ترى ما هي النتائج التي تحققت منذ بداية استخدام هذا النظام، أو خلني أقول ماذا كان الوضع قبل وماذا صار بعد؟ الوضع السابق طبعا في قبل 3 سنوات لما فكرنا في موضوع ترشيد استهلاك الدم كان مثل ما تقول البروتوكول غير واضح بالنسبة لنقل الدم. مستشفى راشد يعتبر هو مركز الإصابات في دبي، ولو صارت أي كارثة في الشرق الأوسط، لو صارت أي كارثة لا سمح الله، حوادث سيارات مثلا عندك 20 إصابة وفيها نزف للدم، تخيل أنه لو تم لا يوجد وحدات للدم لهؤلاء المصابين في نفس الوقت. صحيح. قد تكون كارثة. صحيح. فجاءت الفكرة أن ترشيد استهلاك وحدات الدم للحفاظ على هذه الوحدات الغالية بالنسبة لنا، على أساس أن لو احتجناها لحالات الإصابات التي تأتي في بعض الأوقات أن تستخدم مباشرة. الفكرة أولا أن تم تقليل عدد حالات حجز وحدات الدم أثناء تنويم بعض المرضى. في مريض يحتاج نقل الدم بس مو مباشرة، قد لا يكون في حاجة إليه، فتم تقليل حجز وحدات الدم هذه بصورة كبيرة. هذه طبعا ظاهرة جيدة بالنسبة لمستشفى راشد. الحاجة الثانية طبعا ان انت مثلا نقول تشوف شو وحدة او شو فصيلة الدم بالنسبة للمريض، وهل ان ممكن يحتاج الى وحدات للدم، هذا السؤال قد يجاب عليه خلال فترة 3 أيام إلى 7 أيام. فإذا كان المريض يحتاج لاحقا الى وحدة للدم او نقل للدم، يتم مباشرة الطلب عن طريق بنك الدم. فمن ناحية حجز الدم تم تقليل
هذه العملية. وفي نفس الوقت إذا كان المريض يحتاج إلى نقل الدم يتم السؤال على هذا النقطة في وقت لاحق. الشيء الوحيد طبعا هو التقليل من نقل الدم، نحتاج إلى بعض الوقت لأن هذه تحتاج إلى حملة كبيرة داخل المستشفى. حسب ما ذكرت اللي هو الثلاثة indication أو three indications أو الثلاث شروط لنقل الدم تحتاج إلى بعض الوقت. حسب ما قال بعض البروفيسورز اللي كان تكلمتك عنهم adapt to adopt، تحتاج وقت لتنفيذ هذه الأفكار في بيئة المستشفى بالنسبة لنا، لأن هي فكرة جديدة وتحتاج إلى تثقيف وتدريب في نفس الوقت. جميل. إذن مستمعينا، يعني يبلغ معدل التبرع بالدم في البلدان المرتفعة الدخل 38.6 تبرعا لكل 1000 نسمة من السكان، و 11.7 تبرعا في تلك المتوسطة الدخل، و 3.9 تبرعات في البلدان المنخفضة الدخل. الآن اللهم لك الحمد هنالك ممارسات جميلة في مجال بنوك الدم التي يعني تطبق أعلى المعايير المعتمدة عالميا في هذا المجال، سواء في دولة الإمارات العربية المتحدة أو حتى في دبي على وجه الخصوص. دكتور، تم إطلاق حملة كون الأول في التبرع بالدم، هذه الحملة اللي أطلقتها هيئة الصحة بدبي للتوعية بالتبرع بالدم وأيضا أهمية التبرع بالدم في هذا المجال. يعني كلمة أخيرة تبغي توجهها للجمهور في هذا الخصوص. طبعا أبارك لهيئة الصحة مبادرة تبرع بالدم، لأن هي فعلا مشروع حيوي بالنسبة إلى إنقاذ حياة المرضى الموجودين في مستشفيات دبي. أبارك لكم هذه المبادرة، وفي نفس الوقت أشجع جميع أعضاء الفرق الطبية الموجودة في مستشفيات دبي على ممارسة ترشيد استهلاك الدم، لأن الدم يعتبر مثل الدواء الحيوي، له استخدامات وله مضاعفات وله مشاكل في نفس الوقت، فيجب أن يكون الطبيب ماهر وديسيجن ميكر، أنه صاحب قرار أنه في استخدام يحتاج المريض بالنسبة إلى نقل الدم. دكتور سلمان عبد العزيز، اختصاصي الأمراض الباطنية في مستشفى راشد، كان يحدث عن مشروع ترشيد الدم في مستشفى راشد. نحن شاكرين لك هذا التواجد ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، وحتى الترشيد حتى في كل شيء نحن ننصح. الترشيد في الاقتصاد، في الكهرباء، في البنزين، وفي الدم أيضا. شكرا لك يا دكتور. إذن مستمعينا نحن ما نطلع فاصل وما نرجع نستكمل معاكم فقرات برنامجنا. سامحونا طولنا على الفاصل، سمحنا عاد ما انتبهنا على الوقت، ففاصل ونرجع لكم إن شاء الله. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في الجزء الأخير من برنامجكم صحة وسعادة، وهذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعة نور دبي. مستمعينا، يعني من التطبيقات الجميلة اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي على الهواتف الذكية تطبيق طفلي، وهو من أحدث باقات الخدمات الذكية اللي ابتكرتها هيئة الصحة بدبي، ويعني ما بقول أهمها على الإطلاق ولكن من الباقات المهمة، وذلك لكون التطبيق يعتني بشكل خاص برعاية الأمومة والطفولة وصحة ونشأة الأجيال القادمة، وأيضا يراقب بدقة مراحل تكوين الجنين وتطوره في رحم الأم، فضلا عن تشخيص حالته الصحية وسلامته وصحة الحوامل بشكل عام. هذا التطبيق الهيئة قدمته طبعا بشكل سهل وباللغتين العربية والإنجليزية. أنا أبغى أتعرف على هذا التطبيق أكثر وبسلط الضوء عليه. ليش؟ لأن التطبيق هذا حصل على جائزة gov.gov في فئة الابتكار في الخدمات الحكومية. طبعا معاي عبر الهاتف الأستاذة ميسة المهيري، رئيس شعبة الخدمات الإلكترونية بإدارة تقنية المعلومات في هيئة الصحة بدبي. حياك الله معانا أختي ميسة. ألو،
ألو. يا هلا أختي ميسة، كيف حالك؟ أهلين بخير الحمد لله. أول شيء مبروكين على الجائزة، هل هي دوت جوف ولا جوف دوت؟ لا هي دوت جوف. دوت جوف، لأن مكتوبة عندي بالعربي بالعكس، تعرفين من اليمين لليسار. إنزين، أول شيء مبروكين على الحصول تطبيق طفلي على هذه الجائزة، خبرينا شو المعايير اللي تم اعتماد الجائزة عليها، وليش حصلنا هذا التكريم على هذا التطبيق؟ أولا الحمد لله رب العالمين على حصولنا على هذه الجائزة. بس قبل لا أبدأ أحب أنوه أن يعني على الرقم أن تطبيق طفلي يعتبر حديث العهد نوعا ما، حيث يعني تم أطلاقه في نوفمبر 2015، لأن كما ذكرت حصل جوائز عديدة. يعني في البداية حصل على جائزة حمدان كأفضل تطبيق ذكي، وكما ذكرت مؤخرا حصل على جائزة دوت جوف عن فئة الابتكار في الخدمات الحكومية. جميل. طبعا الفئة اللي فزنا فيها كما ذكرت هي فئة الابتكار عن الخدمات الحكومية. كان مطلوب منا نسلم معايير معينة، مثل عدد التحميل، عدد الداونلود في الابليكيشن، بالإضافة إلى الفئة يخدم أي فئة. وكما ذكرت طبعا التطبيق يخدم فئة مهمة جدا في المجتمع اللي هي الأمهات، فئة الأمهات والأطفال أيضا. يعني ما يخدم فقط الأمهات، لا، بعد الولادة التطبيق لا يتوقف عن خدمة الأم، يعني بعد ولادتها، بل يستمر ويخدم أيضا المولود حتى يبلغ يعني عامين. وحاليا إحنا نقوم بتطوير التطبيق حتى يعني يمكن أن يخدم الطفل حتى يبلغ 5 سنوات. جميل. يعني الهيئة حرصت على أن يكون هذا التطبيق سهل وبسيط، وتقدمه بلغتين اللي هي العربية والإنجليزية، وموجودة على كل الهواتف الذكية. شو كيف ممكن واحد ينزل التطبيق؟ طبعاً التطبيق عفواً متوفر على كافة الهواتف الذكية، سواء كانت أندرويد أو اللي هي الأبل ستور. بكل سهولة يقدرون يدخلون على الستور ويكتبون طفلي بالعربي بالانجليزي او بالعربي وبالانجليزي، ممكن البحث عن الابلكيشن وتحميله. بالانجليزي شو يكتب؟ TAFILI. يعني TAFILI. هذا طفلي بالانجليزي، ما ظني السبيلنج صحتي. لا صح. بس هو سهل، TIFILI. TIFLI. اوكي. طيب اكتبوا بالعربي، بارك الله فيكم. عموما التطبيق اختي ميسة يهدف الى يعني تنمية الوعي وبناء معرفة مجتمعية حول صحة الأم وسلامتها من بداية الحمل وحتى ما بعد الولادة بعامين. وانت قلتي الآن المشروع القائم أن يكون يمدون التطبيق لين يخدم 5 سنوات للطفل، 5 سنوات. أيضا أنتم من خلال هذا التطبيق تشجعون أفضل ممارسات بين السيدات الحوامل وأسرهم لتوفير أسلوب حياة أكثر سعادة. طيب إذا أنا رجل زين ما أقدر استفيد من هذا التطبيق، أني أنا مثلا أتفلسف على حرمتي يومي كذا وما أسوي كذا؟ لا طبعا تقدر تستفيد من هذا التطبيق. أنا مثل ما قلت لك التطبيق تم إطلاقه بمرحلتين. أطلقنا المرحلة الأولى وحاليا المرحلة الثانية اللي بتنزل بنسخة محدثة وفيها خدمات أكثر. في النسخة المحدثة مثل المرأة الحامل تقدر تضيف الزوج ومن خلالها يقدر هو يتابعها، بالإضافة أنه يعني تابع مراحل الحمل معها. أوكي. بالإضافة إلى أنها مثلا في حالات الطوارئ أو في حالات الامرجنسي تقدر تتصل على الزوج بطريقة مباشرة عن طريق التطبيق، يعني تقدر تخزنك as emergency. أوكي. وتطرش لمسج أو تتصل فيه مباشرة عن طريق التطبيق. طيب إذا ما بتكلم عن اللي يحوي هذا التطبيق من معلومات، كيف يتم عرض المعلومات وليش يعني حصلت هذا الجواز؟ أكيد لأن في عرض جيد للمعلومات واستخدمت عدة وسائل توضيحية في هذا المجال، فحتينا عن اللي موجود في هذا التطبيق. أوكي. المعلومات أنا أقدر أقسمها لنوعين، المعلومات اللي هي الجدول المصور لمرحلة الحمل. في مجموعة من المعلومات المهمة للأم الحامل مثل وزن الجنين، شكل الجنين حاليا في هذا الشهر أو في هاي الفترة من الحمل، بالإضافة للمعلومات الثانية اللي هي بتكون عن مقالات علمية أو مقالات طبية، فيديوهات عن الحمل والأم والطفل والولادة.
جميل، يعني في فيديوهات ومقالات وايضا اعتقد في رسوم متحركه بعد هادفه انيميشن. هي انزين الان في شغله المهمه بالنسبه لي، اني انا اتكلم عن ان هذا التطبيق هو يمثل نقطه تواصل مهمه بين خدمات هيئه الصحه، مؤسسه دبي للاسعاف، وتقدر الحامل الحصول على الخدمات العاجله اللي توفرها مؤسسه الاسعاف من خلال هذا التطبيق بنفس السرعه المطلوبه. خلينا نتكلم عن هذا الموضوع. هي حاليا هذا طبعا مو موجود في الابلكيشن، لكن هذا المشروع احنا نعمل عليه. ان شاء الله بيكون في ربط مباشر بين التطبيق وبين خدمات الاسعاف اللي هي الاسعاف الخاص بالسيدات، الحوامل. هي الحوامل من خلاله تقدر يعني الحامل انها تطلب اي سياره اسعاف، وطبعا بيكون الربط مباشر، بالتالي توصلها اقرب سياره اسعاف وفقا لموقفها هي مكانها الحالي. قلتي لي البينك امبولانس مثلا بيكون لونهم وردي؟ هي لونهم وردي، هي البينك امبولانس هي مخصصه لامهات الحوامل. والله حلو. طيب هذا يعني قول حق الجمهور، اذا شفتوا سياره اسعاف لونها ورديه تأكدوا أن فيه نالك يعني حالة. أنا ما أعرف هذه المعلومة، يقول لي عيسى موجودة هذه، أنا ما أعرف المعلومة هاي، بس أنه إذا كانت سيارة إسعاف لونها وردي فهذه وحدة حامل بتولد، فوسعوا على طول. عموما أختي ميسا، يعني آخر شغلة أبغي أسأل، أنا ما أدري إذا موجودة حاليا ولا لا، لأن على حسب علمي أن في يتم تحديد نوع الأغذية اللي يمكن للأم تناولها خلال فترة الحمل، أيضا معلومات الخاصة بالغذاء وقيمته وفائدته للأم الحامل وأيضا للجنين كذلك، فخلينا نتكلم عن هذه النقطة على عجالة. حاليا هذه المعلومات يعني غير موجوده بالشكل المطلوب في التطبيق، لكن في المرحله الثانيه نعم احنا حريصين ان نركز. متى بتنتهي هذه المرحله الثانيه بتكون؟ ان شاء الله متوقعين اطلاقها في الربع الاخير من 2016. في الربع الاخير من 2016. جميل جدا. اذا التطبيق قيد التطوير بشكل كبير، هو الآن يعني هو مفيد، لكن عندكم وايد افكار لتطويره، وايد افكار بتكون موجوده ل التطبيق المتطلبات الخاصة بالأم الحامل. أختي أستاذة ميسة المهيري، يعني رئيس شعبة الخدمات الإلكترونية بإدارة تقنية المعلومات في هيئة الصحة بدبي، نحن نبارك لكم حصول التطبيق على جائزة دوت جوف في فئة الابتكار في الخدمات الحكومية المميزة، وأيضا مثل ما أنت ذكرتي هذا التطبيق حصل على العديد من الجوائز، أبرزها جائزة سمو الشيخ حمدان بن محمد الذكية. ألف مبروك، ونتمنى لكم التوفيق، ونتمنى الأمور التطويرية حتى لو تقدرون تخلصون لنا إياها قبل بعد قبل الربع الأخير إن شاء الله. نحن نحاول نطلقها في جايتكس بإذن الله. أوكي، يعني هي جاهزة بس أنتوا تريون جايتكس تقريبا. عموما نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، ومشكورة على هذه التوضيحات. اللي حاب ينزل التطبيق مثل ما قالت أستاذة ميسة ممكن من خلال الجوجل بلاي ولا على الأبل ستور، يكتب طفلي، ما بعطيكم سبلك بالإنجليزي، اكتبوا طفلي بالعربي بعد. معاي مشكورة يا أختي، جزاك الله خير، مشكورة. إذن مستمعينا، تطبيق طفلي إضافة مهمة لمنظومة رعاية الأمومة والطفولة اللي توليها هيئة الصحة بدبي جل اهتمامها. من هذه الأهمية تصدر هذا التطبيق على وجه التحديد لكي تكون منصة الهيئة الرئيسية ومنصة متخصصة المقامة ضمن منصة الحكومة الذكية بشكل عام، والتي تتوجه بها إلى الأم. الآن خلونا نتوجه إلى مكان آخر، وبالتحديد ما نذهب إلى مردف أب تاون. في عندنا هنالك أحداث تدور، يا ترى ما هي هذه الأحداث؟ معنا عبر الهاتف الزميل يوسف سعد بيعرفنا شو اللي قاعد يصير في مردف أب تاون. تفضل يا يوسف. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير أعزائي المستمعين. في أب تاون محمود قبل قليل افتتح مالي حميد القطامي رئيس مجلس الإدارة مدير العام لهيئة الصحة بدبي مركز أب تاون للفحوصات الصحة المهنية. محمود المركز ده يعتبر الأول من نوعه على مستوى الدولة
في الفحوصات المهنية الخاصة بالوظائف والمهن. نعم. في الهيئة عندها مركز الكرامة ومركز الراشدية، لكن فيها فروع، لكن ده يعتبر أول مركز متخصص في هذا المجال. قبل قليل برضو ابتدى المراجعين محمود يتوافدوا على المركز، رغم أن النهاردة كان أول يوم تشغيله وهو مستحدث المركز. الطاقة الاستيعابية بتاعته على حسب المقدر حوالي 2500 مراجع في اليوم. 2500 مراجع. من 2000 ل 2500 مراجع يوميا، ومتخصص في فحص الفحوصات المهنية لجميع الدوائر الحكومية في دبي، الحكومية والخاصة، جميع الوظائف. اللي بيتميز فيه المركز محمود، ليه بنقول هو الأول من نوعه على مستوى الدولة، مستوى التجهيزات اللي فيه فائقة للغاية. بتفحص في السيستم بتاع المركز، بيفصل بين كل وظيفة ووظيفة، بمعنى ان هو بيفحص حوالي 15 فئة، كل فئة بيندرج تحتها مجموعة من الوظائف والمهن. مش بالضرورة ان كل اللي رايح على بيقصد هذا المركز يجري كل نفس الفحوصات اللي بيجريها مراجع اخر، يعني الفحوصات مختلفة. مثلا حد بي او الفحوصات مرتبطة بنوع الوظيفة، يعني ديت شهادة غير شهادة اللياقة الطبية اللي هي بتاعت اللي هي الخاصة بالإقامة وغير الإقامة. ديت هذه بتصدر شهادة ان انت لائق طبيا لتولي هذه الوظيفة. أوكي. على حسب الطلب المقدم من المراجع للمركز او الهيئة او الجهة اللي هو بيعمل فيها، بيحدد المركز نوع الفحوصات اللي المفروض ان هو بيخضع عليها وبتصدر لي شهادة هل هو لائق طبيا للقيام بهذه الوظيفة ام لا، على حسب طبيعة العمل. على حسب كده. طبيعة الوظيفة. نعم. ايه ممتاز. ده اللي بيميز المركز، وده اللي مخليه يعني بنقول ان هو الاول على مستوى. بالضبط. انا كنت ابغي اسألك، يعني من فترة نحن افتتحنا مركز الراشدية، الان مردف والراشدية كمواقع جغرافية ما في ابتعاد كثير بينهم، فليش نحن يعني شو الفرق ما بين المركز اللي في الراشدية والمركز اللي موجود في مردف؟ مركز الراشدية محمود دوت خاص بفحص اللياقة الطبية للأسر والخادمات اللي هم قاصدين إصدار الإقامة. يعني ده فحص لائق طبيا يصدر لك إقامة ولا لا. لكن ده الفحوصات المهنية ما بعد الإقامة، يعني مثلا أي عامل، أي موظف جاي يعمل في دبي، دائرة حكومية، دائرة خاصة، بيجري الفحوصات اللياقة الطبية، ده شيء ثاني عشان الإقامة، لكن حتى يقول لائقا للوظيفة نفسها، للمهنة نفسها، عليه ان هو يجري فحوصات في هذا المركز المتخصص في الفحوصات المهنية. جميل. هناك فرق. الخدمات اللي مقدمة هناك. تفضل. نعم. تفضل يوسف. مركز الراشدية وسائر المراكز اللياقة الطبية فحصها خاص مرتبط بالإقامة. لائق او غير لائق. لكن جميل. ده الشهادة دي ما بعد اللياقة الطبية. يعني ما بعد، يعني موظف عامل، اي فرد، اي مراجع بيعمل في اي جهة، اخذ الاقامه، الجهه بتاعته حابه ان هي تطمن عليه وان هو تصدر لي شهاده انه لائق للمهنه، لائق للقيام بوظيفته، فتبعث على هذا المركز. يوسف. نعم. ابغي اتكلم عن الخدمات اللي موجوده في عجاله، لان هناك طبعا المركز بنقول فائق المستوى من حيث مختبرات الدم وأقسام الأشعة، في 6 غرف تشخيص، في أطباء، بيبدأ المراجع من عندي دخوله بيبدأ بالتسجيل، ثم على طول على الطبيب بيشوف الطلب بتاع بخصوص المراجع، بيعرف المهنة بتاعته بتندرج تحت أي فئة، بيبتدي يوجهه على مجموعة الفحوصات اللي المفروض يجريها لهذه المهنة. جميل. المركز محمود الحين من 7 حتى 2.5 مستقبلا الفترة المقبلة، لأن في توقعات بزيادة إقبال كبير من قبل الجمهور، يعتبر الوحيد. في توقعات من إدارة المركز بزيادة الضغط عليه، ممكن يكون العدد يفوق أكثر من 2500 أو 3000، فبيتحول على شفتين. فهم عنده يعني من الأحد للخميس، ولا من الأحد للخميس في الوقت الراهن. بعد كده هيمتد الدوام من 7 ل 9 مساء، وإن استدعى الأمر
سيفتح المركز أبوابه للمراجعين يومي الجمعة والسبت. جميل. المركز متوقع دوت في الفترة المقبلة. الأستاذ والزميل يوسف سعد، دائما ما نسعد بمداخلاتك معنا وأيضا بتغطياتك الحية والمباشرة ضمن برنامج صحة وسعادة، نتمنى لكم التوفيق وشكرا جزيلا لك. شكرا. إذن مستمعينا وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم، خدنا وقت زيادة تقريبا دقيقتين، فإزاك الله خير يا عيسى، ما قصرت، وكل الشكر لكم مستمعينا على حسن المتابعة، وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد مع حلقة جديدة ومميزة ومواضيع أخرى. تقبلوا تحياتي، محدثكم محمود يوسف، وفي الإخراج كان معنا الأستاذ عيسى سبيل، وفي الختام نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.